رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في ثم يحيي
الخير والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Yeah.
رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى ثم أدبر يسأل
تلاوة فوق. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها أشد خلقا أم السماء بناها ما شاء الله ما شاء الله رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ بسم ربك الذي خلق الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قال
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله.